انا ادهم علاء نبيل، والدي بقى كابتن علاء نبيل، دايما مخليني رايح اي حته راسي مرفوعه من كل الناس فاكراه ليه من انجازات كرويه ومواقف كويسه مع الناس وكل حاجه حلوه ممكن اي حد يفتخر بيها في اي حته. اكتر صفات حلوه انا بحبها في بابا ان هو دايما ما بيكون بيكافح في حياته، يعني طبعا الناس اللي ما لعبتش اهلي وزمالك وفي الكوره عامه في مجال الكوره بيكونوا مهملين الى حد ما، لا بابا موجود وثابت اسمه في الساحه ودي اكتر حاجه بحبها فيه ان هو بيكافح ورا ان هو يبقى موجود وان هو يبقى ناجح في المجال. لا هو على طول دايما بابا بيتخانق معايا على طول، هو كمان المشكله ان انا حوادثي في العربيات كتير فده دايما عامل له عقده ان هو يعني ادهم بره ففي مصيبه. بس كانت موقف من قريب ان هو كنت داخل البيت كانت الساعه 1:30 تقريبا، ما شاب 21 سنه عادي مفيش حاجه هتاخر بره، يعني بكره لو ما كنتش الساعه 11 في البيت مش هتخش، فماشي يعني الموضوع هيعدي. و 11:05 كنت بلف وارجع من عند الجامع اللي هناك عشان اخش على البيت، كلمنا ليه ما تخش وشوف حته تبات فيها. اه بابا طول عمره اكيل، بس اكتر حاجه ممكن نقول ان هو بيحبها مثلا الفته موزه، دي اكتر حاجه هو بيحبها يعني، والحلويات بسبوسه بالقشطه، اي حاجه فيها قشطه عامه يعني. بوجه رساله في الاخر لكابتن نبيل على قناه الاهلي ان ربنا يوفقه وان انا فخور بيه جدا، مهما كان في نجاح في عدم توفيق في اي حاجه انا هفضل فخور بيه وهفضل على يقين ان هو من احسن المدربين اللي موجوده في مصر وان هو من احق الناس ان هي تبقى موجوده في الاماكن الكويسه زي اتحاد منتخب مصر، هو بيبقى من دايما هو بالنسبه لي هيبقى احق البني ادمين اللي موجوده في مصر ان يستحق مكانها. ايه رايك يا كابتن اسامه بقى في رايك في القعده في الجنينه هنا؟ قعده جميله كابتن. الهوا دي قعدتي بقى المفضله. على طول قاعد هنا. على طول قاعد هنا الصبح بالليل وبسقيها بنفسي ومهتم بيها يعني. حلو قوي، انا شايف الكابتن علاء عنده مجموعه صور جميله جدا، عايزين بقى نسترجع الذكريات الحلوه مع الصور دي. احكي لنا بقى قصه كل صوره يا كابتن علاء. بص بقى يا كابتن اسامه انا يعني ايه من انا فوجئت بكميه الصور عندي غير طبيعيه. وكل واحده ليها ذكرى عندي. قول لنا قصه يعني اول صوره عندك. اول صوره عندي طبعا لازم لو ابتديناها كده بالتدريج هنتكلم عن مرحلتي في نادي الشمس لان دي كانت البدايه بالنسبه لي. نادي الشمس بالنسبه لي ده اول محطه ليا في الكوره. بعتز بيهم كلهم، لعبت جميع المراحل السنيه يعني انا كنت 15 سنه كنت بلعب فريق اول. فدي مجموعه 15 سنه كنت انا والكابتن يحيى كلاشه ربنا يديله الصحه وهشام صالح مدرب الكره الخماسيه دلوقتي كابتن هشام وخالد عصمت وامجد دول كانوا اعز اصحابي في فترة نادي الشمس. ده الفريق الاول في نادي الشمس. لعبت على طول انت وقتها؟ انا كنت بلعب 3 ماتشات في اليوم يا كابتن. تحت 14 و15 و17 الساعه 10 و1 و3 دي من الصور الغاليه عندي. ده الوالد ده اللي اصر انك انت يعني طبعا ده تروح نادي المقاولين العرب الله يرحمه. دي الصوره دي كان في تنصيبه للمرحله العسكري في لندن وكان هناك حفله عشان يتنصب فيها، فالصوره دي غاليه عندي جدا وهو كان صاحب القرار لان هو انا يعني كان والدي ده الله يرحمه كان والدي وصاحبي وصديق وحبيبي كل حاجه. فهو اللي قعدنا وفكرنا في العروض اللي جت كان اهلي وزمالك ومصري ومقاولين. هو كان ليه وجهه نظر في مروح المقاولين على اساس اللي هو يعني في مدينه نصر. الصوره اللي يعني بعد كده الصوره اللي بعد كده طبعا انتقالي الى لا كنت بقى طبعا منتخب الشباب. يعني وانا في نادي الشمس كنت في منتخب الشباب خلي بالك عشان واحد من نادي الشمس يلعب في منتخب الشباب اكيد يعني كنت متالق وكنت لافت للانظار وقتها عشان صحيح. تروح منتخب مصر فدي كانت ليها ذكرى عن منتخب الشباب. بعد كده رحت على المقاولين العرب. الصوره دي بقى جيل المقاولين العظيم. ده جيل المقاولين العرب بقى العظيم اللي خد بطوله الدوري وبطوله ابطال الكؤوس. ده جيل عظيم فعلا يعني الاسماء بترن لغايه دلوقتي. طب تقول لنا كابتن مين الجيل ده؟ كابتن جمال سالم وكابتن نبيل ابراهيم وكابتن عبوده وكابتن
سعيد الشيشيني وزمزم الله يرحمه ومحمد رضوان ومحمد جيل العظيم وعبود لا وناصر محمد علي الله يرحمه وكابتن علي شحاته دكتور علي شحاته كان بيل ألطوان كان حارس المرمى بيل ألطوان بقى يبقى عمل انجاز وقتها يا خبر انا اقول لحضرتك حاجه انا مش هنسى فرحه الكابتن محمود الخطيب لما جاب الجون في بيل ألطوان كان في نهاية كاس يا خبر ابيض على الفرحه سالته بعد كده قال لي الهدف ده من اجمل الاجوان ومن اعز الاجوان اللي جبتها في حياتي اللي هي كانت كره بالعرض وراح حاططها في سن الجزمه كده بعد كده بقى كانت اول من منتخب مصر الشباب لمنتخب مصر الاول تمام وطبعا كان ساعتها كان الله يرحمه كابتن عبد الصالح الوحش صاحب فضل كبير عليا كان ليه فضل كبير عليا رحمه الله في ان انا ابقى متواجد وكان المدرب هما اتنين كانوا بيعتمدوا ما كانوش حته الاهلي والزمالك على طول كان هو كابتن محمود الجوهري لعبوا ناس كتيره جدا بره الاهلي والزمالك الكابتن عبد صالح الوحش كان علي شحاته حماده صدقي محمد عمر محمد رضوان محمود حسن الاسماعيلي شوقي غريب علاء نبيل عماد سليمان كل دول بره اهلي وزمالك بره اهلي وزمالك وبيلعبوا فالراجل ده مش قادر انساه وكان ليه فضل عليا في ان هو يبقى يعني احتفظ له بالصوره بتاعته يعني بصراحه يعني وبعد كده بعد المنتخب الاول كلاعب يعني برضو كان نسيت اقول لك منتخب الشباب كان مع الكابتن هاني مصطفى ربنا يديله الصحه بقى معايا طاهر ابو زيد جيل بقى طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب واسامة عباس وحشيش وهشام صالح وخالد القماش وخالد المشاطي كان جيل عظيم يعني الصوره اللي بعد كده يا كابتن علاء مراحل بقى تدريب منتخب مصر ابتديت منتخب اول كانت مع كابتن محسن صالح وبعدين كان معايا بقى كابتن حسن مختار الله يرحمه كابتن الله يرحمه حسن مختار وبعديها كان كابتن محمود الخطيب وكابتن فاروق جعفر لما مسكوا المنتخب دي برضو دي المرحله الثانيه ودي صورتها كنا انا وكابتن محمود الخطيب كنا في احدى المباريات يعني كنا بنتكلم في المباراه يعني وبعد المرحله دي بقى كان كابتن محمود الجوهري صح فضل كبير على كابتن علي نبيل طبعا دي صورتي مع كابتن محمود الجوهري ودي كان اتعلمت كتير من كابتن جوهري كابتن علي اللي ما اشتغلش مع كابتن محمود الجوهري بص في ثلاث حاجات في مصر اللي ما لعبش اهلي وزمالك واللي ما ضربش مع محمود الجوهري ما تمتعش بكره القدم بس بعد بقى ما خلصت مرحله منتخب مصر انتقلنا الى الاردن رحت انا وكابتن جوهر الاردن خططت هناك في الكره في الاردن وعملت شغل رائع يعني من البدايه من الاول عملنا نقله غير طبيعيه سواء في التصنيف او وبعدين اتاهلنا لاسيا لاول مره في تاريخ الكره الاردنيه ودي كان ليها ذكرى بقى في رمضان في الايام المفترجه دي احنا اتاهلنا من ملعب لبنان من منتخب لبنان في ملعبه في رمضان تأهلنا لاسيا لاول مره في تاريخ الكره الاردنيه طب كان انجاز كبير وقتها ويعني مش عايز اقول لك الماتش ده كان عظيم لدرجه ان بعد المباراه عقبال ما روحنا من الفندق من الملعب للفندق واللعيبه بقى خدوا دش مش عارف ايه وروحنا لقينا الامير جه من وصل من عمان ما خلي بالك من عمان لبيروت ساعه ونص بالعربيه جالنا واتصحب معانا وكان سعيد جدا وكانت فرحه غير طبيعيه بتاهلنا لامم اسيا وكان بعديها عيد الفطر فخلاص اتاهلنا فبقول للكابتن بقى انزل اجازه اقعد مع الواد شويه يعني فقال لي لا استنى بس في اي حاجه يعني قلت له يا كابتن كان معايا كابتن حسنين حمزه الله يرحمه الله يرحمه كان دمه خفيف كابتن حسنين خف دم قال لي كل شويه هو يسخنني بقى مش هننزل قلت له بص استنى حسنين بس المهم كان قبلها ب 48 ساعه فوجئت الكابتن بيقول لي ما تقولش لحد احنا هنروح نقابل جلاله الملك وهنفطر معاه و يعني ايه ما تقولش لحد حسنين عمال يزن عليا عايز ينزل اجازه قلت له بقول لك عايزين احنا عايزين نقعد فطار قال افطار ايه يا اخي عايزين نفطر مع الولاد عايز اقول له بجد مش قادر مش عايز تطلع على السر كابتن جوهر قاله لك بس قلت له بس هو في فطار يعني بس هتتبسط منه يعني المهم فروحنا وفطرنا مع جلاله الملك ودي كانت الصوره وهو بيقابلنا كان سعيد جدا عشان تفطر مع جلاله الملك يوم العيد هو كان عندهم مجلس النواب ده يعني حاجه بروتوكول هو يفطروا مع
مع جلالة الملك فاستضافنا معاهم عشان يكرم، وكان سعيد جدا وكافئنا ورحب. شفت قلت طبعا حسين حمدة شاف المكافأة قال كويس أنا نزلتش مصر كويس أنا فضلت قاعد بس. ودي برضو نسيت أقول لك دي كان كأس أفريقيا 98 كينا فاسو طبعا البطولة والإنجاز الكبير طبعا. بس وبعدين بقى امتاز بقى فرصة وجودي طبعا في قناة النادي الأهلي ودي صورتي مع كابتن محمود الخطيب اللي ما سابش ولا مناسبة لعلاء نبيل ما جاليش فيها، سواء فرحي سواء خطوبتي سواء كتب كتاب ولادي سواء أفراح ولادي، ما فيش يعني سعيدة وحزينة وفاة والدي الله يرحمه وفاة والدتي ما فيش مناسبة إلا لما كابتن محمود الخطيب متواجد معنا. دي العلاقة الطيبة اللي كانت بتجمع اللعيبة ببعض في كل الأندية بجد يعني حاجة انتهز الفرصة بقى اللي أنا موجود معاكم وبشكره، لأن فعلا كابتن محمود الخطيب صديق بالرغم أنه مثلا بيقعد فترة بس أنا عارف مشاغله، لكن لما بكلمه التليفون بيبقى عارف اللي أنا متلاف اللي أنا أسمع صوته وأطمن عليه والحاجات دي كلها. كابتن علاء نبيل لما بيقعد بقى مع نفسه كده يسترجع الذكريات من بداية وهو لسه ناشئ صغير نادي الشمس للشمس وبعدين المقاولين العرب ومنتخب مصر وهو في التدريب، مين اللي الكابتن علاء نبيل عايز يقول له شكرا وصاحب فضل على الكابتن علاء نبيل في مجال التدريب؟ اتنين، كابتن يحيى كلاشة مدربي في نادي الشمس والكابتن عبد الصالح الوحش اللي هو نشر علاء نبيل ولاعيبه بالرغم من الضغوط كانت شديده كان مصطفى عبده كابتن مصطفى عبده قاعد على الخط وما كانش بيتاخد معسكر، كان علاء نبيل موجود فده ما اقدرش انساه. في مجال التدريب كابتن محمود الجوهري ليه فضل كبير عليا قوي يعني. واحنا النهارده جينا لك يا كابتن علاء يعني علشان نقول لك شكرا على مسيره رائعه، وحضرتك كنت لاعب وايضا كنت مدرب ونرد لك جزء من الجميل يعني، وشرفنا النهارده نهدي لك درع قناه الاهلي على المشوار الطويل والرائع. ده حاجه جميله واتشرف فيك والله، انا سعيد بيكوا جدا ولفته جميله وبرنامج جميل، واللي انا شايفه بصراحه ده يعني حاجه متكلفه يعني حاجه شغل كل طاقم الاعداد اللي معاك والناس اللي موجودين والمخرجين والمصورين يعني بصراحه مجهود غير طبيعي وتشريفك لينا وانا سعيد جدا. واحنا الاسعد الله يخليك. اتفضل.